الآن أو تدخل لإنقاذ الجرحى وكذلك لإخراج الجثث ثم المستشفيات وغير ذلك من وسائل التدخل للعلاج. والأمور الأخرى نحن نسير فيها. بالأمس أخبرت وزيرة العدل الإسبانية عن أنها تريد تدعم بوسائل إثبات الأدين أو البحث الجنيني إلى غير ذلك من الوسائل العلمية. وفي الحقيقة نحن نسير بالأمور بشكل أكثر انضباطا وأكثر منظما حتى نغرق في أشياء لا نستطيع إدارتها بعد ذلك. نعم، خالص التعازي مرة أخرى، جزيل الشكر السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي.